قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلينا نروح لزميلتنا هاله الحملاوي، احدث المنضمين لبرنامج صباح الخير يا مصر. نبارك لها طبعا على وجودها في البرنامج، ونبارك لنا احنا كمان على وجودها. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا منى، منوره الدنيا يا هاله. ربنا يخليك يا منى، شكرا ليكوا جدا، وانا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده في صباح الخير يا مصر وعلى شاشه القناه الاولى. كل التوفيق ليك ان شاء الله. متشكره جدا يا شاذلي، شكرا يا منى. اتفضلي. أعزائنا المشاهدين، بنصبح على حضراتكم، تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. بنبدأ جولتنا من القاهرة ومن كوبري أكتوبر، حيث يشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر. كمان بتظهر كثافات متحركة بشارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولاً للدائري. أما بالنسبة لنفق الأزهر فهو بيشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. كمان بتظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة بالمسطح الأرضي وبشارع رمسيس وصولاً لغمرة وللعباسية. وبالنسبة لمطلع كوبري أكتوبر ومنزل كوبري أكتوبر هنلاقي برضو ده موجود وصولاً لحد شارع أحمد سعيد. وبنستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، هنلاقي برضو أن في كثافات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان. أما المتجه إلى كوبري أكتوبر هيبقى فيه سيولة مرورية، لو رحنا لمحور صفت فهيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة وشارع الهرم. بدأت تظهر فيه بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. كمان بناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق. أما بالنسبة للقادم من طريق الواحات يفضل الطريق السياحي الجديد. بالنسبة لشوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي في سيولة مرورية كبيرة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل أو بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم. في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما بتأثرش على حركة المرور في المنطقة دي. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة إلى جنوب الصعيد بنكمل مع حضراتكم في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، وللطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية، في سيولة مرورية في هذه المنطقة، في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية، وفي كثافات نسبية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام وعند مجمع المحاكم وكمان في شارع التحرير. وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة وبالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وفي النهاردة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وكمان في فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 16، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 22، أقل درجة حرارة في كاترين 11 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.